لفترة ليست بالقصيرة عاش هنا خالد محمد محي الدين. ولد عضو مجلس قيادة ثورة 52 في كفر شكر بالقليوبية عام 1922، ورغم انتقاله للعيش في القاهرة فإنه ارتبط بمسقط رأسه وترك إرثا في قلوب أبنائها لا تنكره عيونهم الباكية على رحيله. احنا فقدنا زعيم كبير، فقدنا أب وأخ أكبر لنا كلنا، فخالد بقيتنا كان من أعز الرجال ومن أنبل الرجال ومن أعز الشخصيات المحترمة. شخصية عالمية، شخصية وطنية، شخصية ما عملتش لنفسها أي حاجة ولكن عملت للناس، عملت لمصر واسمه مصر وتاريخ مصر. مش قادر أقول لك إن هو صعبان علينا قد إيه، وخدام البلد كلها. يحكي حارس دار ضيافة آل محي الدين قصصا تعبر عن بساطة خالد محي الدين الذي أسماه محمد نجيب تيمنا باسم الزعيم الراحل خلال الاحتفال بنجاح الثورة. كان عامل هنا حفلة نجاح، بيقولوا فين البواب، قالوا زوجته بتولد، فقال طب هاتوه، شني ودخلني على قيادة الثورة، ولذلك أبويا قال ربنا أعطانا ولد نسميه إيه؟ فالأستاذ خالد محي الدين هو اللي سماني محمد نجيب على اسم أول رئيس جمهورية مصر العربية. كانوا بيجوا هنا بيعملوا اجتماعات ويقعدوا، لأن طبعا ده مكان بعيد عن القاهرة، وفي نفس الوقت هم كانوا بيحاولوا يبقى بيتقابلوا سرا. وبعيدا عن ألقابه السياسية، يصف أبناء كفر شكر محي الدين برمز التواضع ونصير الفقراء. دخل مجلس الشعب لخدمتهم منذ عام 1990 وحتى 2005، وارتبط أبناء المدينة بالتيار اليساري دعما لحزب التجمع الوطني الذي أسسه الراحل عام 1976. أستاذ خالد بالنسبة لنا قيمة وقامة، هو الأب الروحي لليسار المصري كله، ودفع كتير ثمن لمبادئه اللي عمره ما انحاز عنها في الدفاع عن الفقراء والفلاحين. وما بين ميلاد خالد محي الدين في كفر شكر وعودته ليدفن بها نحو 96 عاما قضى معظمها في نضال اختلف خلاله مع البعض دون أن يختلف على وطنيته أحد. هو السياسي المخضرم وآخر الضباط الأحرار والصاغ الأحمر، صفات كل منها ترمز إلى تاريخ الراحل خالد محي الدين الذي سطر كتابه الآن أتكلم القليل من مسيرته، وترك الكثير والكثير خالدا في وجدان المصريين لسنوات وسنوات. من كفر شكر بالقليوبية، محمد الحمراوي، الغد.